رب ارحمني فإني خاطي، رب ارحمني فإني خاطي. يا ملك السلام أعطينا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا. المرضى اشفيهم والحزانة عزيهم، والذين في الشدائد يا رب أعنهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما. اللهم إني أسألك حبك وحب عملي، وقربني إلى حبك. لا إله إلا أنت سبحانك يا أرحم الراحمين. نظر إلى امرأة واشتهاها فقد زنى بها، فقد زنى بها. امرأة فاضلة من يجدها قيمتها تفوق الليالي، فقد زنى بها. تفوق الليالي، تفوق الليالي. كبرت يا جرجس، يلا خلص لمعتك عشان انا حاطط لك عيني على واحدة لو لفيت الدنيا كلها مش هتلاقي واحدة زيها. مين يا بابا؟ جانيت بنت ويليام شحاتة. رئيس السويد. ايه مالها، في حاجة؟ لا مفيش، اصلها رفيعة شوية. يا جرجس يا ابني، الزواج رباط مقدس ما يجمعه الله لا يفرقه انسان، وجانيت هي اللي هترتاح معاها طول عمرك، والرفيعه بتتقن والتخينه بترفع والحلوه بتوحش. المهم السلام النفسي اللي بينكم والمحبه هي اللي تدوم. اصلها يا بابا كمان حوله شويه. العجيبه يا اخي، انت عليك حاجات. انت فاكر لما هتتجوزها هتفضل باصص في عينيها طول عمرك؟ الحاجات دي بتدوب مع الايام، وبالعشرة العينين هتتطبع على بعض. دي هبلة يا بابا. انت ما شفتش امك يوم ما اتجوزتها؟ الجواز بيعقل. مناخيرها، مناخيرها طويلة. تحط مناخيرك على مناخيرها؟ الله مش هتجوزها يا بابا. مال الجواز ومال المناخير؟ انت ما شفتش مناخير امك يوم ما اتجوزتها؟ زلومت فيل. بس مع الايام والمحبة. وهي يعني المناخير هتصغر بعد الجواز؟ صباح الخير. السلام عليكم يا شيخ محمود. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عاوز الحاجات اللي في الورقة دي. آخ يلا يا اختشي يا عبد الهادي، تهد. الله، جوزة الطيب وحجر النار دي خامس جوازة يا عبد الهادي. الله، مش أحسن ما امشي في الطريق البطال؟ والعروسة بقى عندها كم سنة إن شاء الله؟ 25 سنة. يبقى الله يرحمك ويحسن إليك. وادي كمان من عندي وقيتين بن. طب والبن عشان ايه؟ عشان العزا بتاعك، ما هو بالطريقه دي الخارجه بعد الدخل على طول. عاوزينك في كلمه يا شيخ محمود. خير يا محسن بيه؟ اخوك اسامه فين؟ والله ما اعرف يا محسن بيه. احنا عارفين ان انت راجل طيب ومحترم ومالكش دعوه بحاجه، بس اديني بقول لك اهو، لو اخوك كلمك او اتصلت بيه قول له يبعد عن الطريق اللي هو ماشي فيه. انصحه يا شيخ محمود وبلغه بقى ان دي اخر فرصه هنديها له. حاضر يا باشا، حاضر. اتفضلوا اشربوا حاجه. يؤكد المؤتمر السنوي 51 للوحدة الوطنية على المشاعر الطيبة المتبادلة بين المسلمين والمسيحيين على أرض الهلال والصليب،
مؤتمرات ايه بس يعني مؤتمرات ايه؟ احنا لو قعدنا 100 سنه في البلد دي مش هناخد حقنا. ما ها لا عارفين نبني كنيسه ولا حتى نصلح ضوئه ميه في كنيسه من غير ما نجيب لها تسريح ياخد له سنه. هو كده وبس؟ وفي حد من ولادنا يقدر يتعين في منصب مهم في الدوله؟ طب قولي في كم وزير مسيحي في الحكومه؟ بس بوس واحضان وقرارات ومؤتمرات واللي في القلب في القلب يا كنيسه. مضطهدين؟ مضطهدين ايه يا شيخ جاد؟ ده احنا اللي مضطهدين. ده احنا كل ما نبني جامع يبني قدامه كنيسه وتلات ارباع فلوس البلد معاهم. هم سايبين شغلانه ما بيشتغلوهاش. على رايك مديرين بنوك ورؤساء مجالس ادارات شركات استثماريه الكبيره كلهم مسيحيين. اي أيوة والله يا شيخ جاد، انت عمرك شفت شحات مسيحي؟ ايوه صحيح. وقال ايه؟ قعدوا يقولوا عيدنا مش اجازه، عيدنا مش اجازه، لحد ما بقت اعيادهم كلها اجازات، اجازات اعيادهم على اجازات اعيادنا، وما بقاش في حد بيشتغل في البلد دي. يا هلال مع الصليب، يا هلال مع الصليب، يا هلال مع الصليب، يا هلال مع الصليب. ولقد حسنا ديننا الحنيف على المعاملة الحسنة مع الإخوة المسيحيين، وإني لأرى مشاعر الحب والإخاء التي تجمع بيننا وبينهم قد بلغت أوجها وقمتها وذروتها. أما المتطرفون والإرهابيون الذين يسيئون بأفعالهم إلى الأمة الإسلامية وإلى الدين الإسلامي فهم ليسوا من الإسلام في شيء، والإسلام بريء منهم، براءة الذئب من دم ابن يعقوب. يا هلال مع الصليب، يا هلال مع الصليب، يا هلال مع الصليب، يا هلال مع الصليب. الآن أترك الكلمة لأخي بولس الواعظ الشهير وأستاذ علم اللاهوت. بسم الاب والابن والروح القدس، اله واحد امين. نحن نشكر الرب الذي اعطانا هذا الوطن الامن لكي نعيش فيه اخوه وتحبين متالفين مسيحيين ومسلمين. ان البذره التي في الارض والتي تطرح ثمرا طيبا ناكله لا تعلم اكانت اليد التي غرستها يد مسيحيه ام يد مسلمه. ان بعض المسيحيين الذين يثيرون الفتن والضغائن بين عنصري الأمة ليس هم بمسيحيين ولا مصريين، بل هم أعداء الكنيسة وأعداء الوطن. يا هلال مع الصليب، يا هلال مع الصليب، يا هلال مع الصليب، يا هلال مع الصليب. إيه اللي أنت قلته ده يا بابا؟ تاني؟ احنا مش قلنا ملناش دعوه بالناس دول؟ انا قلت اللي انا مؤمن بيه يا جرجس. الناس اللي ضدك دول مش سهلين ولا يمكن هيسكتوا على الكلام اللي انت قلته ده. انت مش عارف قاعدين بيقولوا عليك ايه على النت؟ ايه هيعملوا ايه يعني؟ هيقتلوني؟ انت خاف على ابوك يا جرجس؟ ما تخافش، انا في حمايه ربنا. ايه الصوت ده؟ مش عارف، انا اول مره اسمع الصوت ده في العربيه. اجري يا باب. يلا بينا. يلا. بقال الله يا أخ محمود. الحمد لله على كل شيء. أنا الشيخ عمر سند، ده الشيخ خالد عبد الكبار، كان المرحوم اخوك بالنسبه لنا هو القائد والمعلم. الله يرحمه ويحسن اليه. ما عشان تجوز عليه الرحمه لازم تواصل الجهاد اللي بداه الشيخ اسامه،
وتكمل كفاحه لنصرة الإسلام. أنت تقصد إيه؟ الشيخ أسامة كان أمير الجماعة وهو أوصالك بالإمارة من بعده. يا شيخ عمر، أنا راجل مؤمن وبعرف ربنا وبصلي فروض وبصوم، أنا ما أحبش يكون لي أي انتباه لك مع الدينية. ما تحبش؟ ده فرض عليك يا شيخ محمود، هي دي برضو فيها حب وما أحبش؟ بعدين رفضك ده ممكن يحدث فتنة بين الإخوة في الجماعة، وإحنا عايزين الإمارة تنتقل بشكل سلمي من غير أي مشاكل. أنا ما كنتش عضو في الجماعة أساساً عشان أبقى أمرها، وأنا ياما نصحت أخوي الله يرحمه لما هو اختار طريقه ده، ودي النتيجة. ما لها النتيجة؟ هو في أحسن من كده نتيجة؟ مات شهيد. سعيكم مشكور يا إخوانا. عليك يا محمود، انت راجل طيب، عمرك ما عملت حاجة وحشة في حد. تتهم مين يا شيخ محمود؟ حسبي الله ونعم الوكيل. لا يا فندم، احنا عارفين مين اللي عمل كده كويس. اتكلم يا بابا. اسكتي اسكتي يا فندم. يا فندم، احنا بقالنا شهر عايشين في الرعب ده. احنا مهددين، شوفوا لكم حل، احمونا. احكي لي ايه اللي حصل بالظبط يا شيخ محمود. نسافر نسافر امريكا يا بولس، انا مش قادره اتملك اعصابي. ده لو عيل ضرب بومبه في الشارع بتجنن، لو عجله فرقعت بتفزع بموت. انا حاسه اني هتضرب بالنار في اي لحظه، اي صوت جنبي بيلبشني باسم الصليب. ايوه يا ويليام، نشكر الرب يا ويليام، انا كويس ما فيهاش حاجه، وجرجس كمان كويس ما حصلوش حاجة، ربنا حمينا يا وليام. متشكر أخويا. ماما عندها حق يا بابا، احنا لازم نسيب البلد دلوقتي حالا، وهنخلص من جانيت بنت وليام شحات. عايزين تسيبوا مصر؟ العذراء ومعاها المسيح لما هربوا جم على مصر، وما احنا نسيب مصر؟ مصر دي بلدي وطني، انا لو سبت يا بلدي اموت. ولو قعدنا فيها هنموت يا بولس. مش عرفك ان احنا هناك هنكون في امان؟ مش يمكن الخطر اللي احنا هربانين منه هنا نلاقيه اخطر هناك. مين؟ افتح يا استاذ بولس، انا لواء مختار سالم من امن الدوله. اولا قرار السفر لامريكا ده قرار خاطئ، وفي التوقيت ده بالذات. انتوا كنتوا بتسمعونا؟ ومع ذلك لازم تختفوا لمده 6-7 شهور في مكان امن تماما. نروح الى العراق، وهو المشاكل هناك سنة وشيعة، واحنا برا الليل. انتوا لازم تسيبوا البيت ودلوقتي حالا. نروح فين؟ لقينا لكم شقة بشكل مؤقت في المنيا. فين؟ طبعا يا استاذ بولس، انت مش هتقعد في المنيا باسم بولس ولا بصفتك رجل دين. امال هقعد بصفة ايه سيادتك؟ دلوقتي تعرف، زمانهم بيطلعوا البطايق باساميكم الجديدة، واحنا دايما هنبقى على اتصال بيك. وده كان مستخبلنا فين ده بس يا بولس؟ ما تخافيش يا ماتيلدا، احنا في حماية الرب. باسم الصليب. مين سعادتك سيادتك في زي اللي جاي دلوقتي؟ حسن عبد الحميد العطار. مين؟ انت اسمك حسن عبد الحميد العطار. انا بقول نسافر احسن يا ماتيلدا. والمدام اسمها زينات سليمان عبد العاطي. عبد العاطي؟ واللي فندي حسموه ايه؟ عماد. عماد برضو تمشي كده وكده، انما اللعبه دي كلها علشان ايه؟ مش قادرين تحمونا؟ قولوا لنا، انا مستحيل اغير اسمي. محدش قال انك هتغير اي حاجه يا اخ بولس، دي فتره مؤقته. انت شخصيه معروفه واخفائك شيء صعب جدا،
يعني لو رحت قعدت عند اي حد مسيحي اكيد هتنكشف. عشان كده احنا شفنا انه من الاسلم انك تقعد الكام شهر اللي جايين دول في بيت واحد مسلم في حاله، لا يعرفك ولا تعرفه، ولو اتضايقت هناك احنا مسحبينك، احنا تملي معاك وجنبك، يعني الموقف تحت السيطرة. عليك الظاهر حاج عمران بيعزك قوي يا شيخ حسن. حاج عمران مين؟ حاج عمران، حاج عمران مين؟ حاج عمران يا ابني. ما شاء الله ابنك ده يا شيخ حسن. ابني جرجس. عماد، عماد، عماد بولس ال... عماد حصل عطار يا جرجس. عماد فلفل. عماد جرجس. يلا بينا، يلا بينا. تفضل تفضل. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. ده النور اللي هل علينا ده، نورت يا شيخ حسن. يا اهلا بيكم وسهلا. الله يخليك يا شيخ بلال. الله يبارك فيك، يا اهلا وسهلا. طيب افوتك انا بقى على ما تشم نفسك وتغير هدمتك، وعدي عليك عشان ننزل نصلي العصر في الجامع انا وانت وعماد. طيب عن اذنكم يا جماعه. هتروحوا الجامع يا بولس؟ انا مش رايح جوانا يا بابا، ويحصل اللي يحصل. الناس دول لو عرفوا ان احنا مسيحيين هيقطعونا حتت. اسم الصليب. لا، ولو عرفوا ان اسمي جرجس كمان. اهدوا كده، ما تخافوش، احنا في حمايه ربنا. اسم الصليب. مين؟ افتح يا شيخ حسن. لسطور يا ساتر، لمرضى يا شيخ حسن، حاجه كده يعني على مقاسه. الحاجة أم إسلام بتسلم على الحاجة أم عماد وهتيجي ترحب بيها كمان شوية. ملوش لزوم التعب ده كله يا شيخ بلال. إيه ده كلام برضو يا شيخ حسن؟ ده النبي وصى على سبع جار. يلا بينا عشان نحيى العصر. متوضي ولا هتوضى في المسجد يا عماد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو ماله، جرى له فيه؟ لا ده عنده مروحة أصلا. مروحة؟ أيوه. طب لا لازم نرقيه. لا 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 لا, لا 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 أنا عارف أفواه وأروهم. طيب أنا هروح أصلي العصر وأجي أطمن عليه. السلام عليكم. مع السلامة يا شيخ بلال. مع السلامة. قوم قوم يا جرجس، الراجل ماشي. قوم انت، هتفضل كل صلاة تجيلك المروحة دي؟ دول بيصلوا خمس مرات في اليوم غير التراويح. انت متأكد يا شيخ بلال؟ الشيخ حسن العطار بنفسه. الله، هو انت تعرفه يا مولانا؟ ايه اللي اعرفه؟ هو في حد ما يعرفش الشيخ حسن العطار؟ ده عالم جليل، قطب اسلامي كبير. انا اول ما شفته دخل قلبي على طول، وشه سمع وعينيه بينط منها النور. قال لي هو ما جاش يصلي معانا العصر ليه يا شيخ بلال؟ الراجل كان متوطي وكان جاي يصلي معانا، انما لا حول ولا قوه الا بالله، ابنه جات له المروحه. المروحه؟ ايوه، سارق. قلت له خليك جنب ابنك، ان الله غفور رحيم. انا اسف يا مولانا، انا اسف والله، ما هو ذنبي يا مولانا. انما الاخوه في المسجد لما عرفوا انك انت نازل عندي وشرفني حلفوا 100,000 يمين ما حد يديهم الدرس في الجامع الا انت يا مولانا.
عايزيني انا اديهم الدرس في الجامع؟ يا مولانا اللي ما يعرفك يجالك، ومين غيرك انت بس اللي هيديهم الدرس؟ عماد اخباره ايه؟ عامل ايه؟ عماد مين؟ عماد ابنك يا مولانا. الله، هو جيت له المروحه تاني؟ ما تقلقش يا مولانا، احنا ناخد المسجد معانا نرقيه وهيخلفه وهيبقى زي الفل ببركه سيدنا الفول ان شاء الله. يلا يلا بينا يا شيخ حسن. الله اكبر ربنا يحوط عليك يا بولس، ربنا يحافظ عليك يا جرجس، المسيح معاكم، المسيح يحميكم. ايه حكم الدين يا شيخ حسن في واحد صام 30 يوم وكان في السعودية، رجع مصر لقى رمضان مخلص فصام بقى 31 يوم، راح ليبيا لقى رمضان مخلص يعمل ايه بقى، يصوم ولا ما يصومش؟ هو الدين بيقول ايه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. مش محتاجة حاجة يعني. ايه رأي الشرع في راجل عجوز خالق سنانه ودروسه كلها وبيركب طقم زي حالاتي كده، ما بيستعملش السواك؟ الناس بتقول ده حرام، ولابد ولازما من استعمال السواك، لان السواك ده سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام الدين بيقول ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. انا حلقت يا سيدنا الشيخ، والناس جم قالوا لي حلقت اللحية حرام، رحت معلق يافطة عندي في المحل ممنوع حلاقة اللحية، الزباين انقطعت، المحل كان بيعمل له في اليوم 20-30 جنيه، النهارده بقى لو عمل 10 جنيه يبقى كويس، اللي أنا عملته ده صح ولا غلط؟ الدين بيقول إيه؟ الشافعية قالوا إن حلق اللحية سنة، اللي يلتزم بيها ياخد الثواب، واللي ما يعملهاش ما تبقاش معصية. في واحد راجل يا سيدنا الشيخ مش قادر على مراته، اصل الشر بعيد عن السامعين، متجوز واحده ست قويه ومستبده، عاوز يعلمها الادب، يعمل ايه؟ الدين بيقول ايه؟ فعظوهن ما بتتعص، واهجروهن في المضاجع، احب حاجه على قلبها اضربوهن، لا شديده وقويه، لو ضربتها تضربني بالشبشب. شوف يا ابني، اللي زي دي مش عايزه فتوى، اللي سيدي عايزه تروح النيابه. الله اكبر الله اكبر يا شيخ حسن، الله اكبر يا شيخ حسن، ايه الفتوى دي؟ فحكم الدين يا مولانا في واحد زي حالاتي فاتوا سن الجواز، والعين بصيره والايد قصيره، ساعات بيجوني في المنام والشيطان شاطر. ما انت كنت شاب وعارف يا سيدنا. لا بقى، لا دي جاوبك عليها بقى الشيخ عماد. الشيخ عماد مين؟ ايوه الشيخ عماد، هو من سنك ويجاوبك عليها كويس. اتفضل يا شيخ عماد. هو الدين بيقول ايه؟ واستعينوا بالصبر والصلاة. واضحة. الله يفتح عليك يا شيخ عماد، الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. السلام عليكم. في ايه يا شيخ بلال؟ ابدا يا مولانا، دول اهل البلد جايين عاوزين ياخدوا البركة منك. غلابة، وانا عارف قلبك الطيب يا شيخ حسن. خش يا ام ابراهيم. ام ابراهيم مين؟ دولي يا غلبانة يا مولانا، بعيد عنك ما بتخلفش. امال ابراهيم ده يبقى مين؟ هي اصلها نادرة، لو خلفت عيل هتسميه ابراهيم. وعايز نعمل ايه؟ ترقيها ولا تعمل لها حجاب عشان ربنا سبحانه وتعالى يرزقها باللي هي عايزاه. بوس ايد مولانا. لا تبوسني ولا تقرب مني. طيب اسيبك معها عشان ترقيها يا مولانا. راح فين؟ خليك هنا، انا هرقيها وانت موجود، اوعى تتحرك. تعالي. ما دام رعاك مولانا ربنا هيرزقك الخير كله. يلا اتفضلي زغروطه وانت خارجه في قاعد. يلا مع السلامه. خش يا ناه. عنايات مين تاني؟ ما كفايه ام ابراهيم، ارحمني يا شيخ بلال. عنايات يا مولانا، دي جوزها مربوط. مربوط؟ ايوه، معمول له عمل،
كل ما يخش عليها عشان يعاشرها يشوفها قدامه قرد. قرد؟ ايوه، عايزين نعمل لها حاجه بقى نفك بيها العمل ده. وده برضه ما بتخلفش زي ام ابراهيم؟ لا يا مولانا، دي مخلفها سبعه. سبعه؟ امال بشوفها قرد ازاي؟ دخت بخليت يا سيدنا الشيخ، لفيت على الدكاتره والشيوخ والاوليه، حتى القسيس رحت له. رحت للقسيس؟ وما عملش حاجه؟ الشفاء على ايديك بعون الله يا شيخ حسن. بركاتك يا مولانا، ربنا هو الشافي. الله اكبر، صلاه النبي احسن. انت انا خلفه يا عم، ابعد البتاعه دي عني، انا خلفه. واحد واحد. طب نظام يا عم، ابعد البتاعه دي. واحد واحد. انا يا عم ابعد البتاعه دي عني، انا خلفه. واحد واحد. واحد واحد. ما ينفعش الارجال اللي انتوا عاملينها دي يا جماعه. اهدوا اهدوا، ما ينفعش كده. الشيخ حسن لو شاف الهرجله دي هيقفش عليكم. واحد واحد. طب بس انتوا طلع له دول يا عم الحاج. الشيخ حسن لا بياخد طيور ولا غيره، ده بيعمل ده لوجه الله. اعمل معروف يا شيخ عماد، الوليه مراتي ما هتخلفش غير بنات، وانا نفسي فؤاد. يعني هي الوزه والبتين دول هم اللي هيجيبوا الواد اللي بعده يا شيخ عماد؟ نمره 18. ان شاء الله يا شيخ حسن، انا نازل انتخابات مجلس الشعب، وده بس عشان خدمه اهل البلد. الدوره اللي فاتت واللي قبليها الحمد لله كسبتهم باكتساح. السنه دي بقى نازل قدامي واحد تقيل قوي وايده طايله، كل اهل البلد ملمومين حواليه. وعايز نعملك ايه؟ حضرتك تعمل لي حجاب ولا عمل تخلي اهل البلد يتلموا حواليا انا، ما يشوفوش حد غيري وما ينتخبوش حد غيري. هو حضرتك حزب ايه؟ حزب الوطني. حزب وطني ومحتاج حجاب ولا عمل؟ قوم، ده انت ناجح بالثلاثه. قوم. ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. أنت حسن عطار؟ أيوه. اتفضل معانا. عايزين تاخدوه فين؟ استنى بس يا حضرة الضابط، اصل هو مش حسن العطار. بس 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 يا جريه ام عماد. الله، عماد عماد، انت بتطلع كده ليه؟ خلي بالك من زينات. زينات مين؟ زينات امك يا عماد. حاضر. عماد امك. زينات تبقى امك. حاضر. انا مش هغيب، انا شويه وجاي على طول. هو في ايه يا باشا؟ انتوا واخدين الشيخ حسن مودينه على فين؟ ده راجل تاقي وفاضل والبلد كلها بتحبه. ما مالكش دعوة أنت بالموضوع ده يا شيخ بلال. ماليش دعوة إزاي؟ أنا جاي معاكم. خليك أنت يا شيخ زينات. يا شيخ بلال. أنت بتقول إيه يا مولانا؟ على النعمة الشريفة ما تسيبك، إحنا كلنا جايين معاك. بتعملوه ده مش كويس علشانكم، كل واحد منكم يروح على بيته. احنا هناخد كلمتين من الشيخ حسن وهيرجع على طول. الشيخ حسن اللي بيعملوه ده بيضعف موقفك، انت المسؤول. انا وانا مال؟ هو انا اللي قلت لهم ييجوا؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. احنا وراك يا شيخ عطار، احنا وراك يا شيخ عطار. حسن عبد الحميد العطار. أنا عايز لو سمحت يعني بعد إذن حضرتك أكلم اللواء مختار سالم. هتكلم الدنيا كلها، بس مش لما الأول تعرف إحنا جايبينك هنا ليه. أنا ما عملتش حاجة يا حضرة الضابط. إذا كنت فاكر إن اللي عملته في أسيوط هتعمله هنا في المنيا، لا انسى. أسيوط؟ إيه علاقتك بتنظيم القاعدة؟ القاعدة ده حتى ما يصحش. شوف يا حسن، انا راجل مؤمن بالمناقشه بالحوار، واسلوبي بعيد كل البعد عن العنف والقسوه. انما لو حسيت ان اللي قدامي بيلف ويدور عليا، عندي طرق واساليب تخليك تعترف بكل حاجه. مالك حضرتك؟ ما كنت كويس، ايه اللي حصل؟ انا كويس وطيب
واتحط على الجرح يبرد طول ما انت دغري معايا. انما هي انما دي هي اللي بتعصب حضرتك، ما بلاش منها احسن. قعدت قد ايه في افغانستان يا حسن يا عطار؟ افغانستان من فضلك اطلب لي اللواء مختار سالم فورا. تمام سعادتك، البلد كلها جايه واقفين تحت وعاملين مظاهرات ومش عايزين يمشي الا معاهم الشيخ حسن. بالسرعه دي لحقت تعمل قاعده شعبيه في البلد كده من اول يوم؟ امال لو قعدت معانا سنتين ثلاثه هتعمل ايه؟ لو سمحت انا عايز اكلم اللواء مختار سالم. حاضر يا سيدي، هنطلب لك اللواء مختار سالم. لماذا لم يصدر حتى الآن تصريح من وزارة الداخلية بعدد القتلى والمصابين في حادث انفجار القنبلة؟ الحمد لله مفيش خسائر في الأرواح، هما كام عربية وكام محل اتكسروا، 3 مصابين و75 واحد ماتوا، بس مش من انفجار القنبلة، من تدافع الناس بينهم من بعض بعد انفجار القنبلة، والحمد لله كلهم مصريين مفهومش أجانب. يا مختار باشا، يا مختار باشا. في إيه يا فوزي؟ تليفون عشانك يا باشا. ها أيوه مين؟ حسن عطار؟ حسن عطار مين؟ انا معرفش حد بالاسم ده. ايوه باشا، ايوه مختار باشا، انا حسن العطار، الشيخ حسن العطار المسيحي، انا اللي بعتته المنيا، انا ومراتي وابني جرجس اللي هو عماد المسيحي المسلم. ركز معايا وحياتك شويه. ايوه 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 ازيك يا اخ بولس؟ هل مصر اصبحت منطقه ارهاب دوليه بعد تكرار حوادث الانفجارات؟ انا عايزك تطمن خالص، واديك شايف رجالتنا قايمين بالواجب ولا لا؟ هو في الحقيقه قايمين بالواجب قوي، بس زياده عن اللزوم. انا بكلم سيادتك من المديريه، بعمل ايه في المديريه؟ اصلهم عرفوا اللي انا بشتغل مع القاعده. تنظيم القاعده؟ فعلا يا فندم، تفجير القنابل في الاماكن الحيويه دي ده اسلوب القاعده. مين اللي قال الكلام الفاضي ده؟ انا عارف. اتفضل بقى سيادتك قول لحضرة الضابط. أي يا فندم. هل أعلنت أي جهة مسؤوليتها عن الحادث؟ لا، إنما أكيد ده شخص مختل عقليا. مختل عقليا؟ أيوة أيوة أنا معاك يا فندم، اللي تشوفه سعادتك يا باشا. مع السلامة يا شيخ حسن. إحنا متأسفين، ظهر إن في تشابه أسماء بينك وبين حد مطلوب عندنا، تقدر تروح. يا حكومة قوم قوم كل الظلم نهايته اليوم. 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 يا اخواننا يا اخواننا، من النهارده الشيخ حسن العطار هو امام جامع البلد. امام؟ ايوه، وبكره ان شاء الله هو اللي هيخطب خطبه الجمعه في المسجد بالعند في الحكومه. الله اكبر الله اكبر. يا حكومه قوم قوم كل الظلم نهايته اليوم. 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 كنا في البلد دي بقى خطر يا ماتيلدا، انت ما شفتيش الناس كانوا عاملين ازاي قدام المديرية؟ دول هتفوا ضد الحكومة وعايزيننا بقى امام الجامع. طب وهنروح فين يا بولس؟ هنروح عند ويليام شحاتة. هو ما فيش غير ويليام شحاتة اللي نروح نقعد عنده؟ ماله ويليام شحاتة؟ راجل طيب ومسيحي حقيقي، ده طار من الفرح لما عرف اللي احنا هنروح نقعد عنده. وبعدين انا حكيت له على كل حاجة من الاول للاخر. انا ما قلتش حاجة، بس جانيت اصلا ده حتى طنط تريزا مراته بتحبك كانك ابنها بالظبط. لا انا عارف هو بيرمي على ايه. مالها جانيت؟ وحشه جانيت يا ماتيلدا. احنا في ايه ولا في ايه يا بولس؟ افرض حد شافك هناك يبقى عملنا ايه؟
ساتر يا ساتر. ايه في ايه؟ جانيت. جانيت مين؟ بنت وليم شحاتة. صحيح، جانيت بنت وليم شحاتة. أمورة خالص. نعم، ده المني أرحم. طب تعال تعال ما تخافش، يلا. أمورة جانيت. طب أنت هربان من الناس عايزين يقتلوك، أنا مالي؟ بس جانيت أمورة. أهلا أهلا أهلا، شرفتم ونورتم. أهلا 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 وسهلا، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. أهلا يا أستاذ حسن. وحشني يا تريز. أهلا يا ست زينات. إزيك يا مات؟ شيل الشنط بسرعة لعمك الحاج. اتفضلوا اتفضلوا، منور يا حاج. أهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضلوا. أهلا 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 وسهلا، أهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضلوا، مرحبا. مين دول يا هاني؟ دول سكان بوداد في العمارة، وعم ويليام بقول له يا حاج. يا حاج اوعى تغلط يا ويليام، تقع بلسانك تودينا في داهية، واوعى حد من العمارة يعرف حاجة أرجوك. ما تخافش ما تخافش يا أخ بولس. اتفضل يا جنكي، اتفضل، تعالى تعالى. اتفضل يا حاج، اتفضل يا حاج، اتفضل. اهلا وسهلا. الاخ جارنا الجديد الحاج حسن العطار. مين؟ حسن العطار. فرصه سعيده يا استاذ حسن. انا مرقص عبد الشهيد، لو حصل اي حاجه انا تحت امرك. ربنا حافظ عليك يا استاذ مرقص. نورت العماره يا استاذ حسن. منوره باهلها يا استاذ مرقص. طب اتفضل 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 حضرتك. اتفضل حضرتك اتفضل حضرتك. ما يصحش. اتفضل يلا يا حاج حسن. بس ما تصحش نسيب الراجل. انتوا هتقعدوا تتعزموا على بعض ولا ايه؟ رد بابك يا مرقص. اتفضل اتفضل يا حاج. اتفضل اتفضل. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، اتفضل. اتفضل يا بوليس يا اخويا، اتفضل. دي شقتك ومطرحك. شايف؟ شايف الشقة نظيفة وزي الفل ازاي؟ جانيت بتكنسها وتمسحها كل اسبوع، ما دي شقتها اللي هتتجوز فيها. ربنا يتمم لها بخير يا تريزا. يلا يا جرجس، دخل شنطتك في اوضتك وحط هدومك جوه الدولاب. يلا يا حبيبي. صدقني يا جرجس، بابي الفرحة ما كانتش سايعاه لما عرف انكم هتسكنوا معانا هنا. ابوكي ده شكله هيضيعنا. على فكرة يا جرجس، الدقن شكلها حلو قوي خالص عليك. ما انا قوم احلقها. سمعت ثريت تامر حسني الجديد؟ هسمع ثريت تامر حسني الجديد في المصايب اللي احنا فيها دي؟ انت هبله ولا في ايه؟ مالك يا جرجس؟ شكلك متضايق. متضايق؟ الله، واحد ابوه مهدد بالقتل وهربانين وسايبين بيتنا ومتشحططين، عاوزاني اعمل ايه؟ اتحزم وارقص؟ اطلعي بره. انما مرقص عبد الشهيد اللي ساكن قصادي ده بيشتغل ايه يا ويليام؟ انا معرفش، بس هو طلب مني اجر المحل اللي تحت، عاوز يعمل فيه شغل. ده كان في امريكا بقاله 20 سنه ولسه جاي، ما بقالوش شهرين في البيت. بقى عليه راجل طيب ومتدين. يا استاذ بولس، ده من ساعه ما سكن هنا لا شفناه دخل كنيسه، لا هو ولا مراته ولا بنته. يمكن مش عارف يا ويليام، كلم الكنيسه يفتقدوه، يجوا يفهموه، يعلموه يعمل ايه بالظبط. مسيحيين كتير جواهم الدين بس مش عارفين الطريق. ده كرم من عند ربنا يا زينب ان الشيخ حسن العطار سكن قدامنا. انا اسمع عنه من زمان، راجل تقي جدا ومبروك، قلبه عامر بنور الايمان، ده قطب من اقطاب الاسلام. يا زينب ده اكبر داعيه ديني في الصعيد. انما ويليام صاحب البيت ده ما بيسكنش غير مسيحيين يا محمود، ازاي يسكن الشيخ حسن العطار عنده؟ يا اخوانا يا اخوانا، الراجل ده عمل فيها معروف من 15 سنه، ووقع بيته وجي يستجد بيا هو ومراته وابنه. انا مش قليل الاصل. ما انا سبق وطلبت منك الشقه دي يا وليد وما رضيتش تديهاني، تقوم تديها لحسن العطار، تستخسرها في المسيحي اللي زيك وتديها لواحد مسلم. دي شقه جانيت يا جورج، وهو مش هيقعد فيها على طول، دي كلها كام شهر وربنا يفرج عليه ويمشي. انا فين يا هاني؟ مريم سعيدة يا مريم. ازيك يا هاني؟ وازاي انكل جورج؟ احنا كويسين. انا كنت عايز في ايه يا هاني؟ ممكن تاخدي دي مني؟ ايه ده؟ اصل انا
شفتك مش لابسه صليب قلت اجيبهولك. يعني ليه هاني؟ اصل انا ده هديه مني، مش هاخد منك ثمنه. اصل انا ما اتعودتش اقبل هدايا من حد. هتكسفيني. انا اسفه يا هاني. مساء الخير. مساء وصلنا سكرت. ايوه الشيخ حسن العطار. ايه حسن العطار؟ طب تيجي ازاي دي يا بابا؟ دول اكيد بقى جايين كوسه. سيب امك تعرف تقرا في المصحف. يلا ادخلوا جوه. ادخل. مساء الخير يا استاذ مرقص. مساء الخير. انا ابونا بطرس حنا كاهن كنيسه مرجركس والاباء الكهنة من الكنيسة. اهلا وسهلا. احنا جايين نقعد مع حضرتك شوية. اتفضل اتفضل. نورتوا الشقة، نورتوا الشقة. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. الحقيقة الأستاذ ويليام قال ان حضرتك كنت في امريكا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. عشان كده قلنا نيجي نفتقد حضرتك ونتعرف عليك ونصلي لك، ومشيئة رب المجد تطلع معانا رحلة الكنيسة عاملاها. هنزور دير العذراء البرموس، ناخد بركة الأنبا موسى الأسود، ونعدي على العذراء السوريان وماري جرجس الخطبة، ويريد كمان تصلي معانا البصخة. أصلا أنا لسه راجع في السفر يا أبونا، و يعني قصدي ما لحقتش ارتب اموري لسه. انت اخر مره تناولت فيها امتى؟ انا الحقيقه ما تناولتش. ازاي ما بتتناولش؟ تناولت ايه بالظبط يعني؟ انا على 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 لحم بطني من الصبح. طيب اخر مره اعترفت فيها كان امتى؟ اعترف ايه؟ انا راجل اللي في قلبي على لساني على طول. واضح يا استاذ مرقص انك كنت عايش في امريكا حياه دنيويه، ما كنتش بهتم بدينك ولا بربك. أيوة, ايوه 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 اصل المشاغل بره بتلهي الواحد. عشان كده احنا جايين نعمل لك صلاه تبريك، نبارك لك بيتك وزوجتك واولادك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. معلش يا استاذ حسن، احنا جينا لك من غير لائحم ولا دستور. لائحم ودستور ليه؟ اتفضلوا. تفضل تفضل. احنا ولاد حي واحد والجيران، والنبي عليه الصلاة والسلام وصى على سبع جار. وتشاكر خالص، خصوصا في الظرف اللي انت فيه ده. ظرف ايه يعني؟ انت راجل مسلم ساكن في عمارة كلها مسيحيين، مش عايزينك تشعر انك لوحدك. احنا كلنا معاك، اهلك وناسك. بس انا ما اشتكتش من حاجة. ويليام شحادة ده راجل طيب ومعرفة قديمة. ما قلناش حاجة، بس عشان تحل بركة المسلمين عندك هنا في البيت لازم نقرأ لك بعض الأوراد والأدعية اللي تحميك من شر الدنيا والآخرة ومن شر أعداء الإسلام. أستأذن أنا دلوقتي عشان سايب المحل لوحده، والبركة في المشايخ. السلام عليكم. امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أمحاتنا بكل سلام مع خوفك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في الأولين. آمين.
إلهي، لأنك أنت الذي أعطتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو. وصلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. آمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم. آمين. ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم إننا نسألك خير المسألة وخير الدعاء يا الله. يا الله. خير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثق الموازيننا يا الله. يا الله. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن. ازيك يا حاج؟ أهلا أهلا أستاذ موريوس. اتفضل اتفضل. أنا كنت عايز الشيخ حسن في كلمتين لو سمحتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. حرمنا يا شيخ حسن. اهلا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذ مورس. اهلا وسهلا. تفضل 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 استاذ مورس. تفضل خطوة عزيزة. يا شيخ حسن، انا من اول مرة شفتك فيها وانا عارف انت مين وجاي هنا ليه. ما تخافش، سرك كبير. انا عملت كده مضطر يا مورس اخويا. أنا حاسس باللي أنت فيه. الدنيا مقلوبة عليك، والأمن هو اللي خليك تسيب لهم البلد. صح ولا مش صح؟ صح يا مرقص. صح. أنت مسيحي طيب يا مرقص. شاي يا أبو عماد. الله. هو أنت مش صايم يا شيخ حسن؟ النهارده نص شعبان. نص شعبان. طبعا صايم. امال ايه؟ الشاي ده عشانك يا مرقص. كوبايتين. ما احنا عندنا كده، الضيف اللي يجي بنجيب له كوبايتين، واحده زياده وواحده ساده. اتفضل اشرب. لا لا، اصل الشاي بيرفع لي الضغط. معلش بلاش الشاي، عصير يا ام عماد. لا لا لا، العصير بيرفع لي السكر. شويه ميه يا ام عماد. لا لا، اصل معدتي وجعاني. خليها لبعد المغرب، حاب اجي افطر معاه. السلام عليكم. مع السلامة. مسيحي طيب مرقص. شوف لك حل في ابنك ده. جرجس ماله؟ كل يوم ينام لحد العصر ومستقبله هيضيع. امسك، كلم اللواء مختار يتصرف،
ينقلوا جامعة القاهرة بدل ما سنة تضيع عليه. بلا تي ان تي شديدة الانفجار. يا مختار باشر، يا مختار باشر، يا مختار باشر، يا مختار باشر. في ايه يا فوزي؟ تليفون عشانك يا باشر. في واحد بيقول ان هو عايز سيادتك في مساله خطيره جدا. خطيره ايه بس؟ بدورته. اسمه حسن عطار. حسن عطار مين؟ ايوه حسن باشر. قول له عايزين ننقل الواد جرجس، الواد جرجس ابني اللي هو عماد، عايزين ننقله لجامعه القاهره. ادوه لي بس اكلمه على المعروف. ايوه حاضر. مصر يكلمك يا باشا. ايوه قول له الواد هيروح الجامعه ازاي؟ احنا خلاص جينا مصر، سيبنا المنيا. ايوه ايوه لازم يشوف لنا حل. حاضر، خليه يوم الحد يروح يقابل عميد الكليه، هيلاقي ورقه هناك. يعني هو دلوقتي يروح لعميد الكليه يقول له ان هو عماد ولا جرجس؟ ما اصلها تفرق. لو الامتحانات دخلت علينا وجرجس ما دخلش الامتحان وصيف، وعماد دخل الامتحان ونجح، يبقى ما عملناش حاجة. ما انا عارف ان عماد هو جرجس وجرجس هو عماد. خليك معايا بقى، انت بتتكلم منين؟ إيه؟ يا سيدي خليه يحضر المحاضرات بأي صفة، وانا حرقت بكل حاجة. معلش انا بتقل عليك ولعلمك انا ما برضاش اكلمك عشان عارف مشغولياتك. خلاص يا اخوي تفهمني، بقول لك خلاص. انما انا قلت بقى السعادة تبقى رايق وفاضي، فقلت اكلمك عشان تنسيني اعمل ايه بالظبط. ادهولي اكلمه. خد المدام عايز اكلمك. ايوه ايوه حاضر، والله العظيم تقلقي اطمني خالص. اهو الشمنول صحي يا سيدي، مقضيها نوم. خد اشكر عمك اللي هو مختار. خلاص خلاص يا اخو مورس افهمني، بقول لك خلاص، والله العظيم هعمل لك اللي انت عايزه. اه جرجس. مين معاه؟ مين ده؟ اطمن يا حبيبي. يا عم اطمن بقى، كله هيمشي زي الفل. يا مختار باشا، يا مختار باشا، يا مختار باشا، يا مختار باشا، يا مختار يا مختار باشا. مبروك يا باشا، الحمد لله القنبله فجرت بنجاح وكلتنا زي الفل. مفيش بس غير الخمير اللي مش لاقيين دماغه. مريم، انت مريم بنت الاستاذ مرقص مش كده؟ وانت عماد صح؟ صح. تعالي اقعدي تعالي. لا لا خليك مستريح. لا لا اتفضلي اتفضلي. انت اداب انجليزي مش كده؟ اه بس عرفت منين؟ بابا قال لي. وانت صيدله صح؟ اصل بابا قال لي انا كمان. لا بابات اليومين دول بقت بلش وقوم فوله. امسك يا عم، صورت لك كل الورق اللي فات. الف شكر يا ابو حميد. يا عم على ايه انت حبيبي، وبعدين الورق كتير بس مفيش نفس المذاكره. على رايك. احمد ازيك؟ هاي نانسي. عامل ايه؟ اعرفك عماد حسن العطار زميلنا ولسه منقول جديد من جامعه عين شمس. اهلا، فرصه سعيده. انا اسعد. ما تكلم الكنيسه يبعتوا لك فلوس يا بولس، ما هم عارفين الظروف اللي انت فيها دي. الفلوس دي بتروح لناس محتاجين لها ماتيلدا، هم اولى بيها، وانا كمان ما قدرتش اخد فلوس ما اشتغلتش بيها. وبعدين يعني هنعمل ايه يا بولس؟ ربنا ينتقم من اللي كان السبب في الشحطاطه اللي احنا فيها دي.
أنا هشتغل يا ماتيلدا، هشتغل أي حاجة، الشغل مش عيب. خد دول يا بولس اتصرف فيهم. مين له نفسي يلبس ذهب في الظروف اللي زي دي؟ انت عارف يا جورج ان انا خدت المحل اللي جنبك ايجار من ويليام شحاته، وعشان اوضب وافتح محتاج فلوس. طب قول لي انك عايز فلوس اديلك. على الاقل نبقى شركة. لا اصل انا بيني وبينك ما احبش الشراكه. على كيفك براحتك. هو جرام الدهب بقى بكام دلوقتي؟ 195. مش قليل صدقني يا مرقص، السعر ده مخصوص علشانك. يعلم الله انا ما خصمتش المصنعيه. ايه ده؟ مصحف؟ مصحف ايوه ده انا اخدته تخليص حق. سعيد عليكم. اهلا يا شيخ حسن، اتفضل. اي خدمه يا شيخ حسن. دول حتتين دهب كنت عايز اتصرف فيهم. اه بس خلص الاستاذ مرقص. لا والله ابدا، خلص الشيخ حسن الاول، انا ما ورايش حاجه. مصحف يا شيخ مرقص. امال طب وريني عندك ايه؟ ايه ده يا شيخ حسن؟ صليب؟ صليب صليب، كنت واخده تخليص حق. هو سعر جرام الذهب كام دلوقتي؟ 155. ما انا خسرت المصنعين. ايه يا ابني في ايه؟ ما تخليك في حالك يا عماد. انت في حاجه بينك وبين نانسي؟ المفروض ان احنا بنحب بعض من سنه اولى. بنحب بعض من سنه اولى؟ تحبوا بعض ازاي؟ هي مش مسيحيه وانت مسلم؟ ايوه ايه ده حرام. قصدي يعني اخره الحب ده ايه؟ مش فاهم. اخرته الجواز ان شاء الله. ادعي لي انت بس يا عمده. يا عم خليك معايا، ادعي لك ايه وجواز ايه؟ ربنا ما يرضاش بكده يا احمد. ايه يا عم انت دخلتني النار فجاه وانا واقف ليه كده؟ شرعنا بيسمح لنا بكده يا عماد. لا يا عم الشرع عمره ما يسمح بكده. هي ازاي قابله نفسها حاجه كده؟ هي اتجننت ولا ايه؟ وانت فكرك يعني ان اهلها هيوافقوا ولا الكنيسه هتوافق؟ ده الاقباط هيقلبوا الدنيا. اللهم اني لك صمت وعلى رزقك افطرت. صوما مقبولا يا محمود. يا بابا مش كفايه صوم رمضان ونص شعبان؟ كمان اثنين وخميس؟ انت ما تقدرش على كل ده. صوم وتصح يا فاطمه. وبعدين انت فاكراني عجزت ولا ايه؟ ده انا لومه الظروف اللي احنا فيها اتجوزت على امك. مساء الخير يا استاذ مرقص. اهلا اهلا. ازيك يا استاذ ويليام؟ خطوه عزيزه يا شيخ حسن. ايه المفاجاه الحلوه دي؟ اتفضل اتفضل. الا انت لسه ما اتغديتش يا استاذ مرقص؟ طب اتفضلوا اتغدوا معايا. متشكر، انا صايم يا مرقص، ما انت عارف الصوم الكبير. طب اتفضل انت يا شيخ حسن. لا انا لسه هفطر مع الاسره، المغرب لسه مدن. ربنا يتقبل يا شيخ حسن. اتفضل اتفضل. شوف بقى يا مرقص، انا ملاحظ انك من ساعه ما اجرت المحل مني لا وضبت ولا عملت اي حاجه. اصل الظروف صعبه شويه اليومين دول يا استاذ ويليام. وايه اللي مصعبها؟ لو معذور في فلوس محلوله، نجيب لك حد يشاركك في المحل. ما هو جورج الجوهري يكلمني في الموضوع ده وانا قلت له لا يا استاذ ويلي. جورج مين؟ انا جايب لك شريك تاني، جارك الراجل الطيب ده الشيخ حسن. المهم يكون برضاك يا مرقص. ده انا اتمنى يا شيخ حسن، وانا هلاقي شريك احسن منك. وانا شرفت يا مرقص. يلا حطوا ايديكم في ايدين بعض، بركه الرب تحل عليكم. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك. مالك يا عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين. واغفر لنا ربنا. روح
يلا جنتك يلا جنتك. وسع وسع هدومك والزيت يا ست وسع. يا رزق صباحتك قشطه يا رزق. بقول لك ايه يا بدوي، انت سيبني في حالي لحسن انا خربان من ليله امبارح وعميان وشايف قدامي. يا راجل ده انت اصحاب المخبز مدلعينك اخر دلع، ده انت طول النهار بتبلبط في العجين. الله الله، طب ليه اللبلبه والنقي ده على الصبح؟ فين الدلع ده؟ يا راجل ده كفايه عليك عمك مرقص، ده انت لو عملت ايش باللازم مش هيرفدك. قبط زي بعض. مرقص؟ اعوذ بالله. طب ايه رايك بقى يا بدوي؟ مرقص كل يوم يمشيني والشيخ حسن يرجعني. لا والله؟ صباح الخير. يا سيمورس سلامات. يا سيمورس اهلا يا جورج. يعني لما انت عايز تشارك واحد في المخبز ما انا كنت قدامك اهو، بدل ما تروح تشارك واحد زي حسن العطار ده. ماله حسن العطار؟ تضمنه منين؟ تسيب المسيحي ابن دينك ابن معموديتك وتروح تشارك واحد مسلم؟ خليك في حالك يا جورج. انا في حالي بس انا قلت لك وخلاص. حرص منه يا مروس. شيخ حسن يا شيخ حسن، يعني ما لقيتش غير مرقص عشان تشاركه ومسيحي؟ شوف حصته اللي دفعها كام واديها له وانا هخش معاك عشان ربنا يبارك لك في القرش اللي هيجي لك. واحنا بنشتغل في الحرام يا حاج مصطفى؟ احنا بنشتغل في العيش واحنا فاتحين مخبز بيره. عموما انت حر، اللهم بلغت اللهم فشل، بس لاجل الامانه حرص منه. انا دماغي هتتفرتك يا بدوي، في حاجه كده مش فاهمها بتحصل قدامي كل يوم. حاجه ايه؟ عم مرقص ده مش عارف اذا كان مسيحي ولا مسلم. انتهى بالياض، اسمه مرقص هيبقى ايه؟ نيجيري؟ كل يوم بيجي يقرا على العجين، اسمعه بيقرا قران. عم مرقص بيقرا قران؟ لا ده انت سطلت رسمي. عشان هو مضايقك شويه عايز تطلعه مسلم؟ المصيبه الثانيه الشيخ حسن. ماله راخر طلع يهودي؟ داخل عليه مره لقيته بيرسم الصليب على العجين، اول ما شافني عمل نفسه بيمسح حرقه. لا ده انت حالتك صعبه قوي يا رزق، انت لازم تبطل برشام اللي انت بتبلبعه ده. ده انت قلق مش قادر تفرق بين الهلال والصليب. سعيد يا مرقص يا اخويا. اهلا يا جورج. اتفضلوا اتفضلوا. ازيك يا عمو؟ احنا اسفين جدا اذا كنا جينا من غير ميعاد سابق، بس احنا بنعتبر نفسنا اهل. ده بيتك يا جورج. ليه التعب ده؟ اتفضل اتفضل. احنا ما باركناش ليك على المخبز، احنا مقصرين في حقك يا مرقص. ما تقولش كده يا جورج. ازيك يا هاني؟ ازيك يا عمو؟ ما شاء الله، عايزين نفرح بهاني بقى يا عم جورج. ده احنا جايين النهارده عشان نفرح بيه يا مرقص. يا عمو مرقص، انا يسعدني ويشرفني ان انا اطلب ايد الانسة مريم بنت حضرتك. انت بتقول ايه؟ بنتي انا؟ ما انا عارف انها لسه ما خلصتش جامعه. احنا هنعمل جبنيوت بس، بعد كده هاني هيستناها لغايه ما تخلص دراستها. جبنيوت مين؟ ما تهدى يا مرقص، قلنا جبنيوت بس. الولاد يلبسوا التبل لبعض والبنت تاخد شبكتها، بعد كده باسبوعين هنعمل نص اكليل، وبعد كده هاني بقى يستناها على مهلها لغايه ما تخلص الجامعه بتاعتها، وبعد كده نعمل اكليل. ولا نص ولا ربع ولا جبنيوت، انا بنتي مش هتتجوز دلوقتي خالص. انت بتعمل كده ليه يا مرقص؟ ابني هاني ايه اللي عيبه؟ ما ينفعش ما ينفعش يا جورج، اللي في دماغه ده تشيله خالص. يا جماعه في ايه؟ بتزعقوا كده ليه؟ صوتكم جاي باخر الشارع. تعال احضرنا يا شيخ حسن، الاستاذ هاني جاي يتجوز بنتي، بنتي انا. وفيها ايه يا مرقص؟ احنا جبنا لك من بعد يا راجل. خلاص يا مرقص، اذا كنت عايز البنت تكمل تعليمها ما تعمل جبنيوت. ده هيقول لي جبنيوت برضه. انا مش عارف هو بيعمل كده ليه. خلاص يا جورج سيب الموضوع ده عليا انا، مرقص اصله اعصابه تعبانه شويه، مشاكل المخبز ما بتخلص. متشكرين يا سي مرقص، متشكرين قوي.
يلا هاني يا ابني يلا بينا. هتاخد ايه معاك؟ ايه هات. هو الراجل قال هيتجوزها؟ ده هيعمل جبنيوت. جبنيوت ايه بس يا شيخ حسن؟ انا مش فاهم ايه اللي مضايقك من الجبنيوت يا مرقص. انا عمري ما شفت حد زي ده في الدنيا. انا بشكر الله ان موضوع زي ده ما تمش. كل حد ناسب راجل زي ده ازاي؟ انا عارف هو عامل كده ليه يا بابا؟ العروسه مشغوله، في حد مالي دماغها. لو كان في حد تاني كان ابوها قال، انما ده رفض من الباب للطاق. ما هو ما يقدرش يقول. ما يقدرش يقول ليه؟ علشان اللي مالي دماغها يبقى عماد ابن الشيخ حسن. عماد ابن الشيخ حسن دي مسيحيه وده مسلم. انت اتكلمت. وعم مرقص لما حب يشارك شارك مين؟ مش شارك الشيخ حسن وفضله عليك انت يا بابا؟ الكلام اللي انت بتقوله ده خطير يا هاني. ما تولعش الدنيا. ماشي. بس الايام هتثبت لك ان انا صح. يلا يا جرجس يلا. انا جاهز اهو يا بابا. عاوز اجي معاك القداس. خليك انت بتلنا هنصلي لك انا وجرجس. مش قادر اسمع الاذان وانا قاعد هنا يا زينب. وصلي هنا في البيت وربنا يتقبل صلاتك يا محمود. بس صلاه الجامع وحشتني وبالذات صلاه الفجر. اوعى حد يشوفك يا بولس. ربنا يحافظ عليك. اوعى حد يشوفك وانت داخل الجامع. ربنا هو المعين يا زينب. صباح الخير يا مرقص. ازيك يا شيخ حسن؟ على فين العزم بدري كده؟ رايح اصلي. واحنا كمان رايحين نصلي. طب اتفضل. اتفضل حضرتك. اتفضل. اتفضل. هو انت هتصلي الفجر فين يا شيخ حسن؟ في الجامع. ايوه في انهي جامع؟ معرفش أصلاً لسه جديد في المنطقة الحقيقة. ما تعرفش هنا الجامع فين؟ على الشمال في آخر الشارع ده. صحيح. ده اللي قدام الكنيسة. أيوه. يبقى طريقنا واحد. تفضل يا شيخ حسن. تفضل يا هرس تفضل. لا والله تفضل يا شيخ حسن. تفضل حضرتك. تفضل يا شيخ حسن. تفضل. تفضل يا شيخ حسن. تفضل حضرتك. تفضل يا حسن. تفضل احنا هنشوف بعض. يلا. يلا فين؟ يلا. تفضل يا شيخ حسن. تفضل. تفضل. تفضل تفضل يا مرقص. تفضل. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم اغفر لنا
يا رب الحال في كل مكان، يا مالي كل مكان، ولا يحويك مكان. قلوبنا المنكسرة والمتواضعة لا ترزلها يا رب، ارحمنا واغفر لنا خطايانا. ليترأف الله علينا ويرحمنا ويظهر وجهه علينا ويباركنا بالصلوات والطلبات التي ترفعها عنا العذراء القديسة مريم. امضوا بسلام. سلام الرب معكم. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور. بقول لك ايه يا شيخ حسن، انا عندي سؤال كده عايز اسالك فيه. اتفضل يا مرقص. افرض انك كنت مسيحي زي كده. نعم. يعني بقول افرض يعني والظروف خلتك تصلي في الجامع، هل ربنا يقبل صلاتك؟ اسمع مرقص، عندكم في الانجيل ايه بتقول اذا اجتمع اثنين او ثلاثه باسمي هناك اكون في وسطهم. يعني الرب في كل حتة، الرب جوانا يا مرقص. يا بنتي فيلم جامد جدا، ممكن تسمعي كلامي ونخش من 3 لـ 6؟ انا اتفقت مع احمد ونانسي. خلاص طيب انا خلاص محاضرة واجيلي. ماشي، باي باي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استاذ عماد حسن العطار؟ ايوه. ابن الشيخ حسن العطار؟ ايوه. ده وقتنا وراك يا شيخ. ايوه. انا عبد النبي طه، مقرر اسره شباب الاسلام. ايوه. انت عارف يا اخ عماد ان انتخابات اتحاد الطلبه الاسبوع اللي جاي؟ ايوه. واحنا بنكون الكوادر المهمه اللي هتكمل المسيره بتاعتنا بعدنا ان شاء الله. ايوه. احنا عاوزينك معانا. ايوه. وكمان عاوزينك ترشح نفسك من خلالنا في اسره شباب الاسلام. مين بقى المسؤول هنا؟ أنا. طب اعمل لي محضر غل وشمعلي الفرن ده وهاتولي المدير. مين فيكم المدير؟ أنا. يا باشا أنا المدير. أنا اللي مسؤول هنا. يا أخويا ما تتعزموش على بعض قوي كده، دي قضية يعني فيها غرامة وحبس وكل اللي نفسكوا فيه. هاتوهم. اتفضل يا شيخ حسن. اتفضل. يا الله. اتفضل حضرتك، اتفضلوا كلنا. كلنا اتفضل مع بعض. الو، وحياتك مختار موجود؟ مختار اللي هو مختار. قوله حسن، حسن حسن العطار. دي مش حياة يا مختار. انا مش حاسه يا اخي ان انا ست متجوزه، كله شغل شغل شغل، يا اما في مأمورية يا اما في اجتماع يا اما في الوزاره. خلاص خلاص يا امينه، واحنا خارجين بناكل مع بعض اهو. مختار انت في واحده تانية في حياتك. واحده تانية ايه؟ وانا ملاحق معاك عشان الحق على واحده تانية في حياتي؟ وبعدين يا حبيبتي يا حياتي يا روح، ما انا موجود معاك اهو قاعدين لوحدنا، قافل التليفون بتاعي وقافل الجهاز ومفيش مخلوق في الدنيا يعرف انا فين. يا مختار باشا، 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 تليفون عشانك يا باشا. انا مش قلت لك اني مش موجود؟ مين؟ انا ما اعرفش مين سعادتك، مره يبقى اسمه حسن ومره يبقى اسمه بولس، اللي تشوفه سعادتك. هي بقى اسمها بولس دلوقتي يا مختار؟ امينه ارجوكي ما تفهمينيش غلط، اهدي. الو. ايوه يا اخ بولس. احنا في البوكس يا باشا وطالعين على اسم رود الفرج. انا عارف يعني سيادتك مشاغلك كتير وربنا يكون في العون،
بس يا ريت سيادتك يعني كلمه كده للاسم يخرجونا. لا 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 ما تقلقش انا هكلمه، الموضوع هيخلص. الموضوع اللي هيخلص هو موضوعنا احنا يا مختار. انا لا يمكن استنى معاك دقيقه واحده بعد كده. قديمه استني بس، استني. الو مين عايزه؟ قول له مرقص، مرقص عبد الشهيد هو عارفني. يا امينه اسمعيني، اسمعيني يا امينه، انت مش فاهمه حاجه، سيبيني افهمك. يا مختار باشا، يا مختار باشا، يا مختار باشا. في ايه يا زفت؟ تليفون تاني عشانك يا باشا، بس المره دي اسمه مرقص، بس بيقول لي اقول لك ان اسمه محمود. كمان محمود؟ امينه، امينه استني بس. ايوه يا استاذ مرقص، قول له الاستاذ محمود يقول له الاستاذ بولس ان الباشا مش فاضي دلوقتي، وتصرفوا انتوا مع بعض. خد الاتنين دول على الحجز عشان بكره هيتعرضوا على النيابه. تحت امر سعادتك يا باشا، تحت امر سعادتك. يلا يا اخويا انت وهو قدام على الحجز. ما يلا يا حبيبي انت وهو. بس بجد فيلم يجنن. فيلم بس هو اللي يجنن؟ ايه ده ايه ده، انت قصدك ايه؟ قصدي يعني هو حرام علينا وحلال عليك انت يا عم عماد ولا ايه؟ انت قصدك ايه؟ مريم. مالها مريم؟ هي مش برضه مسيحيه ولا ايه؟ اه مسيحيه بس الموضوع هنا يا احمد يعني مختلف. انت هتقعد تبسبس لي خلاص يا حاج، مبروك عليك. لا يا احمد، لا يا احمد، الموضوع هنا مختلف. يعني هي نانسي و انت عاوز ايه بقى؟ يلا بينا كفايه بقى يا اخير انت وهو. ايه فرقة مزيكا؟ سرقتوا دماغنا؟ مش عارفين ننام، مش عارفين ننام. انا ما حسيتش بنفسي. انا بكلمك لقيتك وقعت مني. انا حلمت حلم غريب قوي يا شيخ حسن. خير؟ ببص على روحي في المرايه لقيت واحد تاني غيري، مش انا، واحد غريب عليا، وكل اللي حواليا ما عرفونيش ولا انا عرفت نفسي. غريب يا مرقص، انا حلمت نفس الحلم. الظاهر بيوزعوا حلم واحد على كل المساجين اللي هنا. ده هو مش انا. حسن ومرقص، حضره الضابط عاوزكم. بس ما تعمليش نفسك كده، دي حاجه بسيطه. بعدين بقى فياكوا عياط، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. الله، هو مش عندكم في القران الكريم بيقولوا كده برضه؟ ربنا يقوي ايمانك يا مرقص. ايوه يا فندم، امورنا يا ست اللواء. اوامرك يا باشا. حسن ومرقص. حاضر يا فندم. فمن لا حسن ومرقص افراج. كنت فين وانا فين جدلي منين، والايام دي كانت غايبة عني فين. كنت فين وانا فين جدلي منين، والايام دي كانت غايبة عني فين. نظرة عين فايت القلب وفي جرحين من حلاوته
قلت يا ريت كان لي قلبي انا قلت نقعد في الفيشاوي عشان دي احسن حته بحب اجي اقعد فيها. والله يا مرقص يا اخويا قعدتنا احنا الاثنين على البرش كانت من امتع الاوقات اللي قضيتها في حياتي. لا 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 ربنا ما يقعدها يا شيخ حسن. ده كان كابوس. احنا جايين نحتفل بخروجكم بالسلامه. قفلوا على الموضوع ده بقى. جرجس حبيب قلبي ازيك يا راجل عامل ايه انت وحشني جدا. شوف الموضوع ده. شوف ده. ده مين؟ ده جرجس. مين حضرتك؟ ايه يا جرجس؟ انت مش عايز تكلمني؟ انت بتلف وشك الناحية التانية؟ اما جرجس مين؟ ده مش جرجس قلنا لك. ايه يا جرجس؟ ما قالك مش جرجس. ازاي بس؟ اما هي كده عايزة تبقى جرجس بالعافية؟ اما هي دي الاخرى فيها فصال؟ تفضل مع السلامة. هو جرجس. يلا بقى هو... امشي. تفضل امشي من هنا. حاجة عجيبة، ناس بقت غريبة. واحد من دول يبقى ماشي في الشارع يشوف حد يتهاله للشبه واحد يعرفه روح رايح جري عليه بالحضن والبوس وازاي شوقي وازاي خليل وازاي ابراهيم وازاي شوقي السكري وازاي ابراهيم الفجاري وازاي بدا طول النهار ما يسيبوش. بتحصل كتير. انا حصلت لي مره كنت ماشي بامان الله لقيت واحد راح جاي واخدني بالحضن عرقان وريحته منيله بستين نيله. ازيك وازاي الاخبار وازاي السكري وازاي برضه السكري ما تفهمش ليه ايه حكايه السكري ده وازاي مش عارف مين وازاي مين وريحته منيله بنيله. اقول له يا عم مش انا مش هو اللي انت عايزه. بولس 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 حبيبي. بولس مين؟ انا مش بولس. انا مش اهو كنت لسه بقول له ازيك اخ بولس. انا مش بولس يا حضرت. الله مش هو الاخ بولس برضه؟ انا مخصمه. مخصمه ليه؟ ظروف بقى. ازيك يا اخ بولس؟ يا ابني قلت لك انا مش بولس. الله انا مش بولس. هو بالعافيه انا مش بولس. مش بولس هو بولس وبين التاني جرجس. لا 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 ثلاثة بالله العلي العظيم انا ربنا سبحانه وتعالى بيحبني. شيخ حسن تعال لنا يا شيخ بلال. حبيبي تعال في حضن يا شيخ بلال. حبيبي حبيبي يا شيخ حسن. ازيك يا شيخ بلال؟ بقى اسمه كلام يا راجل. سيب بالك كده وتمشي من غير لا سلام ولا كلام. ازيك يا شيخ بلال؟ يا اهلا وسهلا بيك. ازيك يا ابو عماد؟ اهلا يا شيخ بلال. والله العظيم يا شيخ حسن من يوم ما سبت البلد وزي ما تقول كده الرزق انقطع منها والناس ماشيه على وشوشها كآبه. قلت انا ازور سيدنا الحسين وادعي ربنا سبحانه وتعالى ما يعطرني فيك يا شيخ حسن. وهي بركات الحسين حاصله. انا هسيبك يا شيخ حسن خمس دقايق مع الراجل الطيب ده. على فين؟ هروح ازور واحد حبيبي ما شفتوش من زمان وحشني قوي. يبقى مين الراجل الطيب ده؟ ده اخي وصديقي وحبيبي مرقص عبد الشهيد. مرقص؟ ايوه مرقص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. يا سبحان الله. شفت يا ابو اسلام؟ شفت الشيخ حسن كله بركه ازاي؟ خلى مرقص المسيحي يدخل مقام سيدنا الحسين ويقرا فاتحه. شفت جبروته؟ شفت قوته؟ اهي شايف يا عم ويليام؟ شايفين كلكم؟ شايف يا بابا؟ عشان تبقوا تصدقني؟ عشان تبقوا تصدقوني كلكم؟ انا ما بفتريش على حد. اهم رايحين جايين مع بعض وبنتصلى كلنا. عيب يا هاني. ما حدش يقول كلمه عن الاستاذ حسن وابنه. دول ناس فوق مستوى الشبهات. الراجل اللي اسمه حسن العطار ده يطلع من العمارة يا ويليام. ده وش الفساد يا اخوان. انا ما اقدرش. الراجل ده جمايله مغرقاني. ترميله عفشه ويطلع من العمارة. هو مين ده اللي ترميله عفشه وتطرده برا العمارة يا جورج؟ خليك في حالك يا شيخ مصطفى. اخليني في حالي ازاي؟ انا مش معاكم هنا في الشارع. اللي هيقرب من الشيخ حسن هقطع خبره. انتوا فاكرين ايه؟ اشتريتونا؟ الشيخ حسن هيفضل في العمارة غصب عنكم وعن خلفوكم. اتكلم كويس يا عم مصطفى. اخرس يا انت لما الكبار يتكلموا العيال تخرس. انت راجل مش محترم. انا مش محترم يا سافل يا قليل ادب. لا لا ما يصحش. اهم جم اهم جم قدامكم جايين مع بعض يا اخوانا. يعني متفقين الشارع مولع وهم خارجين يسهروا مع بعض. لم عجالك وامشي من هنا يا استاذ حسن. انت بتكلمني بصفتك ايه يا جورج؟ انا مش ساكن عندك. اهدى يا جورج.
ما يصحش يا ناس. اطلع يا شيخ حسن، شقتك والراجل منهم يتعرض لك. هو في ايه يا اخوانا؟ ايه اللي حصل؟ ما تسأل بنتك يا عم مرقص. مالها بنتي يا هاني؟ مالها بنتك؟ ترفض ابني اللي تقدم لها وتروح تحب واحد مسلم؟ اخلص، انت بتشيل بنتي انا؟ نزل ايدك يا جماعه، يا جماعه ما يصحش كده. الله يسلمك. شكرينا دكتور. الولد كان هيروح مننا، نزف كتير وفصيلة دمه كانت نادرة. لولا ربنا بعت لنا الأستاذ مرقص وطلعت فصيلة دمه نفس الفصيلة. يا مرقص يا أخويا، جميلك ده هيفضل في رقبتي طول عمري. عماد ابني يا شيخ حسن. وهنفضل متشحططين كده على طول يا بولس؟ مفيش فايدة يا ماتيلدا. بعد اللي حصل ده ملناش عاد هنا. احنا نشكر ربنا ان انقذ ابننا من الموت. انا اللي صعبان عليا الراجل الطيب مرقص، ذنبه ايه؟ هو ينقذ ابننا واحنا نكون السبب في تشويه سمعه بنته. وما مريم هتوحشني قوي، انا حبيتها زي ما تكون اختي شقيقتي بالظبط. جورج الجوهرجي وابنه هما السبب، هما اللي ولعوا الخناقه وكبروا المشكله. يعني خلاص هنمشي ونسيبهم من غير حتى ما نسلم عليهم؟ ماما بدها توحشني قوي والله يا محمود، ما شفت جارة زيها ابدا. كل ده بسبب مصطفى السني بتاع السوبر ماركت. ذنبه ايه الشيخ حسن يا زينب؟ راجل فاضل وطاقي، عايزين يطردوه من الشقه هو وعيلته، وكانوا هيموتوا ابنه الواد اللي حيرته. هنروح على فين يا شيخ حسن؟ والله ما انا عارف يا مرقص. الظاهر ان قدرنا واحد. فضل الله واسع، ربنا لا ينسى عبيده يا شيخ حسن. الوقعة اللي احنا فيها دي؟ كلمت يا زينب ما بيردش عليا. مالك يا حبيبي؟ انا بعيش اسعد لحظات حياتي. بتعيش اسعد لحظات حياتك ازاي يعني؟ عشان سيبنا جنيت بنت وليام شحات. فرغت يا عم حسن. كلمت عيل سمسار صاحبي، شاف شقة اول داير محرم بأوضتين وصالة ب 1500 جنيه في الشهر. طب واحنا يا بدوي ما قلت لنا شقة؟ يا عم مرقص اقعدوا مع بعضيكم اليومين دول لحد ما نشوف لك حاجه تانية. ده احنا ما صدقنا عطرنا على دي. يلا بقى دوقوا الملوخيه بتاعتي، وما دام احنا في اسكندريه انا عاملها لكم بالجمبري. ملوخيه ام مريم علامه مسجله. لا واحنا هنسكت لكم، انزلوا له بالباميه بتاعتنا ام عماد. ايه الباميه اهي؟
انا امي ما بترحمش في الباميه ما بتعرفش ابوها. لا بقى معلش ما فيش زي ملوخيه ماما. ما هو الملوخيه دي هي اللي جوزتني ام مريم. اصل ابوها كان عازمني على الغدا اول ما لبست كده حطيت لقمه كده في الطبق ودقته قلت له الله مين اللي عمل الملوخيه العبقريه دي؟ قال لي بنتي. قلت له بنتك خلاص نعمل كابانيوت. اعملوا كابانيوت اعملوا كابانيوت بعد الملوخيه كابانيوت. هكا علي انت شفت حاجه؟ اصل شفته قبل كده. الفيلم ده كله ما بشوفه بموت على رحمي. مش معقول الراجل ده عجيب تشوفه تضحك على طول من غير ما يتكلم. نجيب الريحاني كان بيكتب له كاتب كبير وعظيم اسمه بديع خيري. ده مسيحي. ده اللي كان فاكره الريحاني. بديع خيري امه توفت فالريحاني راح يعزيه. لا قرآن وصوان وناس بتعزيه. قال له ايه ده بديع؟ هو انت مسلم؟ قال له اه. قال له طب ما قلتليش ليه؟ قال له ما انت ما سألتنيش. أنا بحبك يا مريم، بحبك أوي. إيه؟ أطمن؟ هو أنت رفضت يعني جورج عشاني؟ لا هو مش بس عشانك، أصل أنا مينفعش أتجوزه. مع إنه أحسن مني ماديا. أنت مفيش حد في الدنيا دي كلها أحسن مني. عماد انا عايزه اقول لك على حاجه. ده انا اللي فيه حاجه مهمه لازم اقول لك عليها وهتفرحي قوي لما تعرفيها. انا ما اسميش عماد، انا اسمي جرجس. انا مسيحي زيك يا مريم. يا مريم فين؟ في مصيبه. ده حرام. انا اسمي فاطمه. أنا مسلمة، مسلمة. اسمع يا بولس، احنا اللي يمكن نبات في البيت دليله واحده مع الناس دول. كل يا ماتيلدا. لا تاكلي يا زينه. مش قادره. خلاص خلاص مش طايقه، مش طايقه اعيش في البيت ده. لازم
اكشف لنا شقة تانية بسرعة. الناس دول احنا ما شفناش منهم أي حاجة وحشة. احنا عشنا مع بعض أجمل أيام حياتنا. قلبنا على بعض ليه؟ راحت فين المحبة اللي كانت جواكم؟ إيه اللي حصل؟ الأسامي اتغيرت، تقوم القلوب كمان تتغير. احنا ملناش ذنب في اللي حصل. وهم كمان ملهمش ذنب. ذنبهم إنهم خبوا علينا وما قالولناش الحقيقة. احنا كمان خبينا عليهم ما قلناش برضو الحقيقة. فين الأمان؟ فين الأمان اللي موجود في البلد؟ إذا كنت أنا مش مآمن لا على بيتي ولا على عرضي ولا على فلوسي، دول بيقولوا إن نسائنا وأموالنا غنيمة ليهم. أيها المسلمون، إذا دخل عامل من عمال المسلمين بيتا من بيوت المسيحيين فماله منهم حرام ورزقه أيضا حرام. الحقيقة إنهم بيكرهونا. أنت لسه صغير ما تعرفش حاجة. لا يا ماما، أنت أول مرة ما تبقيش صح. الناس دول احنا حبيناهم وهم كمان حبونا. حبونا علشان كانوا فاكريننا مسلمين زيهم. دول كانوا فاكريننا مسيحيين زيهم، وهم عرفوا اننا مسلمين الوش التاني ظهر. اسكتي اسكتي بقى، عشان انا عارفه انت بتقولي كده ليه. كان يوم اسود يوم ما شفناهم. الرب قال من لطمك على خدك الأيمن حول له الأيسر، بس مش وانت ضعيف، وانت قوي. ولازم توريني انت ممكن ترد عليه. اكسر ايديه الأول وبعدين تديه خدك الأيسر. لا تجعلوا أولادكم يصادقون أولادهم أو يلعبون معهم أو يأكلون معهم، فهذا حرام حرام حرام. إذا كان لك جار مسيحي وحل عليه عيده فمن الحرام أن تذهب إليه وتعيد عليه بعيد لا يعترف به ديننا. الابتسامة في وجوههم حرام. السلام عليهم حرام. كان يوم أخبر يوم ما عرفناهم، كان يوم ما طلعت له الشمس. إحنا لازم نمشي من البيت ده دلوقتي حالاً. جرجس روح هات عربية ترجعنا مصر. أنا هرجع بيتي في العباسية ويجرى اللي يجرى. يلا طب نستنى للصبح يا ماما. لا مفيش للصبح، دلوقتي حالاً روح هات لنا عربية ننزل مصر واللي يحصل يحصل. لما عرفوا انك انت نازل عندي وشرفني حلفوا 100,000 يمين ما حد يديهم الدرس في الجامع الا انت يا مولانا. عايزيني انا اديهم الدرس في الجامع؟ يا مولانا اللي ما يعرفك يجالك، ومين غيرك انت بس اللي هيديهم الدرس؟ عماد اخباره ايه؟ عامل ايه؟ عماد مين؟ عماد ابنك يا مولانا. الله، هو جيت المروحه تاني؟
ما تقلقش يا مولانا، احنا ناخد المسجد معانا نرقيه وهيكفوا هيبقى زي الفل ببركه سيدنا الفول ان شاء الله. يلا يلا بينا يا شيخ حسن. ربنا يحوط عليك يا بولس، ربنا يحافظ عليك يا جرجس، المسيح معاكم، المسيح يحميكم. ايه حكم الدين يا شيخ حسن في واحد صام 30 يوم وكان في السعودية، رجع مصر لقى رمضان مخلص فصام بقى 31 يوم، راح ليبيا لقى رمضان مخلص يعمل ايه بقى، يصوم ولا ما يصومش؟ هو الدين بيقول ايه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. مش محتاجة حاجة يعني. ايه رأي الشرع في راجل عجوز خالق سنانه ودروسه كلها وبيركب طقم زي حالاتك كده، ما بيستعملش السواك؟ الناس بتقول ده حرام، ولابد ولازما من استعمال السواك، لان السواك ده سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. الدين بيقول ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. انا حلقت يا سيدنا الشيخ، والناس جم قالوا لي حلقت اللحية حرام، رحت معلق يافطه عندي في المحل ممنوع حلاقه اللحيه، الزباين انقطعت، المحل كان بيعمل له في اليوم 20 30 جنيه، النهارده بقى لو عمل 10 جنيه يبقى كويس. اللي انا عملته ده صح ولا غلط؟ الدين بيقول ايه؟ الشافعيه قالوا ان حلق اللحيه سنه، اللي يلتزم بيها ياخد الثواب، واللي ما يعملهاش ما تبقاش معصيه. في واحد راجل يا سيدنا الشيخ مش قادر على مراته، اصل الشر بعيد عن السامعين، متجوز واحده ست قويه ومستبده، عاوز يعلمها الادب، يعمل ايه؟ الدين بيقول ايه؟ فعظوهن ما بتتعص، واهجروهن في المضاجع، احب حاجه على قلبه اضربوهن، لا شديده وقويه، لو ضربتها تضربني بالشبشب. شوف يا ابني، اللي زي دي مش عايزه فتوى، اللي زي دي عايزه تروح النيابه. الله اكبر، الله اكبر يا شيخ حسن، الله اكبر يا شيخ حسن، دي فحكم الدين يا مولانا في واحد زي حالاتي، فاتوا سن الجواز والعين بصيره والايد قصيره، ساعات بيجوني في المنام والشيطان شاطر، ما انت كنت شاب وعارف يا سيدنا. لا بقى، لا دي جاوبك عليها بقى الشيخ عماد. الشيخ عماد مين؟ ايوه الشيخ عماد هو من سنك ويجاوبك عليها كويس، اتفضل يا شيخ عماد. هو الدين بيقول ايه؟ واستعينوا بالصبر والصلاة. واضحة. الله يفتح عليك يا شيخ عماد، الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. السلام عليكم. في ايه يا شيخ بلال؟ ابدا يا مولانا، دول اهل البلد جايين عاوزين ياخدوا البركة منك. غلابة، وانا عارف قلبك الطيب يا شيخ حسن. خش يا ام ابراهيم. ام ابراهيم مين؟ دول يا غلبانة يا مولانا، بعد عنك ما بتخلفش. امال ابراهيم ده يبقى مين؟ هي اصلها نادرة، لو خلفت عيل هتسميه ابراهيم. وعايز نعمل ايه؟ ترقيها ولا تعمل لها حجاب عشان ربنا سبحانه وتعالى يرزقها باللي هي عايزاه. بوس ايد مولانا. لا تبوسني ولا تقرب مني. طيب اسيبك معها عشان ترقيها يا مولانا. راح فين؟ خليك هنا، انا هرقيها وانت موجود، اوعى تتحرك. تعالي. ما دام رعاك مولانا ربنا هيرزقك الخير كله. يلا اتفضلي زغروته وانت خارجه في قاعد. يلا مع السلامه. خش يا ناه. عنايات مين تاني؟ ما كفايه ام ابراهيم، ارحمني يا شيخ بلال. عنايات يا مولانا، دي جوزها مربوط. مربوط؟ ايوه، معمول له عمل، كل ما يخش عليها عشان يعاشرها يشوفها قدامه قرد. قرد؟ ايوه، عايزين نعمل لها حاجه بقى نفك بيها العمل ده. ودي برضه ما بتخلفش زي ام ابراهيم؟ لا يا مولانا، دي مخلفه سبعه. سبعه؟
امال بشوف هيرد ازاي؟ دخت ما خليت يا سيدنا الشيخ، لفيت على الدكاتره والشيوخ والاوليه، حتى القسيس رحت له. رحت للقسيس؟ اه. وما عملش حاجه؟ الشفاء على ايديك بعون الله يا شيخ حسن. بركاتك يا مولانا، ربنا هو الشافي. الله اكبر، صلاه النبي احسن. انت انا خلفه يا عم، ابعد البتاعه دي عني، انا خلفه. ايه واحد واحد؟ طب نظام يا عم، ابعد البتاعه دي. واحد واحد انا يا عم، ابعد البتاعه دي عني، انا خلفه. واحد 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 واحد، ما ينفعش الرجاله اللي انتوا عاملينها دي يا جماعه. اهدوا اهدوا، ما ينفعش كده. الشيخ حسن لو شاف الرجاله دي هيقفش عليكم. واحد واحد. طب بس انت تقول لي اهله دول يا عم الحاج الشيخ حسن، لا بياخد طيور ولا غيره، ده بيعمل ده لوجه الله. اعمل معروف يا شيخ عماد، الوليه مراتي ما هتخلفش غير بنات، وانا نفسي فؤاد. يعني هي الوزه والبتين دول هم اللي هيجيبوا الواد اللي بعده يا شيخ عماد؟ نمره 18. ان شاء الله يا شيخ حسن، انا نازل انتخابات مجلس الشعب، وده بس عشان خدمه اهل البلد. الدوره اللي فاتت واللي قبليها بحمد الله كسبتهم باكتساح. السنه دي بقى نازل قدامي واحد تقيل قوي وايده طايله، كل اهل البلد ملمومين حواليه. وعايز نعملك ايه؟ حضرتك تعمل لي حجاب ولا عمل تخلي اهل البلد يتلموا حواليا انا، ما يشوفوش حد غيري وما ينتخبوش حد غيري. هو حضرتك حزب ايه؟ حزب الوطني. حزب وطني ومحتاج حجاب ولا عمل؟ قوم، ده انت ناجح بالثلاثه. قوم. ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. أنت حسن عطار؟ أيوة. اتفضل معانا. عايزين تاخدوه فين؟ استنى بس يا حضرة الضابط، اصل هو مش حسن العطار. بس يا جريه ام عماد. الله، عماد انت بتطلع كده ليه؟ خلي بالك من زينات. زينات مين؟ زينات امك. يا عماد. حاضر. عماد امك. زينات تبقى امك. حاضر. انا مش هغيب، انا شويه وجاي على طول. هو في ايه يا باشا؟ انتوا واخدين الشيخ حسن مودينه على فين؟ ده راجل تقي وفاضل والبلد كلها بتحبه. ما مالكش دعوه انت بالموضوع ده يا شيخ بلال. ماليش دعوه ازاي؟ انا جاي معاكم. خليك انت يا شيخ زينات. يا شيخ بلال، انت بتقول ايه يا مولانا؟ على النعمه الشريفه مصيبه، احنا كلنا جايين معاك. بتعملوه ده مش كويس علشانكم، كل واحد منكم يروح على بيته. احنا هناخد كلمتين من الشيخ حسن وهيرجع على طول. الشيخ حسن اللي بيعملوه ده بيضعف موقفك، انت المسؤول. وانا مال؟ هو انا اللي قلت لهم يجوا؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. احنا وراك يا شيخ عطار، احنا وراك يا شيخ عطار. حسن عبد الحميد العطار. أنا عايز لو سمحت يعني بعد إذن حضرتك أكلم اللواء مختار سالم. هتكلم الدنيا كلها، بس مش لما الأول تعرف إحنا جايبينك هنا ليه. أنا ما عملتش حاجة يا حضرة الضابط. إذا كنت فاكر إن اللي عملته في أسيوط هتعمله هنا في المنيا، لا انسى. أسيوط، إيه علاقتك بتنظيم القاعدة؟ القاعدة ده حتى ما يصحش. شوف يا حسن، أنا راجل مؤمن بالمناقشة بالحوار، وأسلوبي بعيد كل البعد عن العنف والقسوة. إنما لو حسيت إن اللي قدامي بيلف ويدور عليا، عندي طرق وأساليب تخليك تعترف بكل حاجة. مالك حضرتك؟ ما كنت كويس، إيه اللي حصل؟ أنا كويس وطيب واتحط على الجرح يبرد طول ما انت دغري معايا.
انما اي انما دي هي اللي بتعصب حضرتك، ما بلاش منها احسن. قعدت قد ايه في افغانستان يا حسن يا عطار؟ افغانستان من فضلك اطلب لي اللواء مختار سالم فورا. تمام سعادتك، البلد كلها جايه واقفين تحت وعاملين مظاهرات ومش عايزين يمشي الا معاهم الشيخ حسن. بالسرعه دي لحقت تعمل قاعده شعبيه في البلد كده من اول يوم؟ امال لو قعدت معانا سنتين ثلاثه هتعمل ايه؟ لو سمحت انا عايز اكلم اللواء مختار سالم. حاضر يا سيدي، هنطلب لك اللواء مختار سالم. لماذا لم يصدر حتى الآن تصريح من وزارة الداخلية بعدد القتلى والمصابين في حادث انفجار القنبلة؟ الحمد لله مفيش خسائر في الأرواح، هما كام عربية وكام محل اتكسروا، 3 مصابين و75 واحد ماتوا، بس مش من انفجار القنبلة، من تدافع الناس بينهم من بعض بعد انفجار القنبلة، والحمد لله كلهم مصريين مفهومش أجانب. يا مختار باشا، يا مختار باشا. في إيه يا فوزي؟ تليفون عشانك يا باشا. ها أيوة مين؟ حسن العطار؟ حسن العطار مين؟ أنا معرفش حد بالاسم ده. أيوة باشا، أيوة مختار باشا، أنا حسن العطار، الشيخ حسن العطار المسيحي، أنا اللي بعتته المنيا، أنا ومراتي وابني جرجس اللي هو عماد المسيحي المسلم. ركز معايا وحياتك شوية. أيوة أيوة أيوة، إزيك يا أخ بولس؟ هل مصر أصبحت منطقة إرهاب دولية بعد تكرار حوادث الانفجارات؟ أنا عايزك تطمن خالص، وأديك شايف رجالتنا، قايمين بالواجب ولا لأ؟ هو في الحقيقة قايمين بالواجب قوي، بس زيادة عن اللزوم. أنا بكلم سيادتك من المديرية، بعمل إيه في المديرية؟ أصلهم عرفوا اللي أنا بشتغل مع القاعدة. تنظيم القاعدة؟ فعلاً يا فندم، تفجير القنابل في الأماكن الحيوية دي ده أسلوب القاعدة. مين اللي قال الكلام الفاضي ده؟ أنا عارف. اتفضل بقى سيادتك قول لحضرة الضابط. أي يا فندم. هل أعلنت أي جهة مسؤوليتها عن الحادث؟ لا، إنما أكيد ده شخص مختل عقلياً. مختل عقلياً؟ أيوة أيوة أنا معاك يا فندم. اللي تشوفه سعادتك يا باشا، مع السلامة. يا شيخ حسن، إحنا متأسفين. ظهر إن في تشابه أسماء بينك وبين حد مطلوب عندنا. تقدر تروح. يا حكومة قوم قوم، كل الظلم نهاية اليوم. حكومة قوم قوم، كل الظلم نهاية اليوم. يا حكومة قوم قوم، كل الظلم نهاية اليوم. حكومة قوم قوم، كل الظلم نهاية اليوم. يا حكومة قوم قوم، كل الظلم نهاية اليوم. يا إخواننا يا إخواننا، من النهاردة الشيخ عسل العطار هو إمام جامع البلد. إمام؟ ايوه، وبكره ان شاء الله هو اللي هيخطب خطبه الجمعه في المسجد بالعند في الحكومه. الله اكبر الله اكبر. يا حكومه قوم قوم، كل الظلم نهايته اليوم. يا حكومه قوم قوم، كل الظلم نهايته اليوم. يا حكومه قوم قوم، كل الظلم نهايته اليوم. كنا في البلد دي بقى خطر يا ماتيلدا، انت ما شفتيش الناس كانوا عاملين ازاي قدام المديرية؟ دول هتفوا ضد الحكومة وعايزيننا بأمام الجامع. طب وهنروح فين يا بولس؟ هنروح عند ويليام شحاتة. هو ما فيش غير ويليام شحاتة اللي نروح نقعد عنده؟ ماله ويليام شحاتة؟ راجل طيب ومسيحي حقيقي، ده طار من الفرح لما عرف اللي احنا هنروح نقعد عنده. وبعدين انا حكيت له على كل حاجة من الأول للآخر. انا ما قلتش حاجة، بس جانيت اصلا ده حتى طنط تريزا مراته بتحبك كانك ابنها بالظبط. لا انا عارف هو بيرمي على ايه. مالها جانيت؟ وحشه جانيت يا متلدا. احنا في ايه ولا في ايه يا بولس؟ افرض حد شافك هناك يبقى عملنا ايه؟
ساتر يا ساتر. ايه في ايه؟ جانيت. جانيت مين؟ بنت وليم شحاته. اه صحيح، جانيت بنت وليم شحاته. اه اموره خالص. نعم، ده المني ارحم. طب تعالى تعالى ما تخافش، يلا اموره جانيت. طب انت هربان من الناس عايزين يقتلوك، انا مالي؟ بس جانيت اموره. اهلا اهلا اهلا، شرفتم ونورتم. اهلا 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 وسهلا، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. اهلا يا استاذ حسن. وحشني يا تريز. اهلا يا ست زينات. ازيك يا مات؟ شيل الشنط بسرعه لعمك الحاج. اتفضلوا اتفضلوا، منور يا حاج. اهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضلوا. اهلا 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 وسهلا، اهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضلوا، مرحبا. مين دول يا هاني؟ دول سكان جداد في العماره، وعم ويليام بقول له يا حاج. يا حاج اوعى تغلط يا ويليام، تقع بلسانك تودينا في داهيه، واوعى حد من العماره يعرف حاجه ارجوك. ما تخافش ما تخافش يا اخ بولس. اتفضل يا جبكه، اتفضل تعالى تعالى. اتفضل يا حاج، اتفضل يا حاج، اتفضل. اهلا وسهلا. الاخ جارنا الجديد الحاج حسن العطار. مين؟ حسن العطار. فرصه سعيده يا استاذ حسن. انا مرقص عبد الشهيد، لو حصل اي حاجه انا تحت امرك. ربنا حافظ عليك يا استاذ مرقص. نورت العماره يا استاذ حسن. منوره باهلها يا استاذ مرقص. طب اتفضل 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 حضرتك. اتفضل حضرتك. لا اتفضل حضرتك، ما صحش. اتفضل يلا يا حاج حسن. بس ما صحش نسيب الراجل. انتوا هتقعدوا تتعزموا على بعض ولا ايه؟ رد بابك يا مرقص. اتفضل اتفضل يا حاج. اتفضل اتفضل. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، اتفضل. اتفضل يا بوليس يا اخويا، اتفضل في شقتك ومطرحك. شايف شايف الشقه نظيفه وزي الفل ازاي؟ جانيت بتكنسها وتمسحها كل اسبوع، ما دي شقتها اللي هتتجوز فيها. ربنا يتمم لها بخير يا تريزا. يلا يا جرجس، دخل شنطتك في اوضتك وحط هدومك جوه الدولاب. يلا يا حبيبي. صدقني يا جرجس، بابي الفرحة ما كانتش سايعاه لما عرف انكم هتسكنوا معانا هنا. ابوكي ده شكله هيضيعنا. على فكرة يا جيركس، الدقن شكلها حلو قوي خالص عليك. اه ما انا قوم احلقها. سمعت ثريت تامر حسني الجديد؟ هسمع ثريت تامر حسني الجديد في المصايب اللي احنا فيها دي؟ انت هبلة ولا في ايه؟ مالك يا جيركس؟ شكلك متضايق. متضايق؟ الله، واحد ابوه مهدد بالقتل وهربانين وسايبين بيتنا ومتشحططين، عاوزاني اعمل ايه؟ اتحزم وارقص؟ اطلعي بره. انما مرقص عبد الشهيد اللي ساكن قصادي ده بيشتغل ايه يا ويليام؟ انا معرفش، بس هو طلب مني ياجر المحل اللي تحت، عاوز يعمل فيه شغل. ده كان في امريكا بقاله 20 سنه ولسه جاي، ما بقالوش شهرين في البيت. بقى انا عليه راجل طيب ومتدين. يا استاذ بولس، ده من ساعه ما سكن هنا لا شفناه دخل كنيسه، لا هو ولا مراته ولا بنته. يمكن مش عارف يا ويليام. كلم الكنيسة يفتقدوه، يجوا يفهموه، يعلموه يعمل ايه بالظبط. مسيحيين كتير جواهم الدين بس مش عارفين الطريق. ده كرم من عند ربنا يا زينب ان الشيخ حسن العطار سكن قدامنا. انا اسمع عنه من زمان، راجل تقي جدا ومبروك، قلبه عامر بنور الايمان، ده قطب من اقطاب الاسلام. يا زينب ده اكبر داعية ديني في الصعيد. انما ويليام صاحب البيت ده ما بيسكنش غير مسيحيين يا محمود، ازاي يسكن الشيخ حسن العطار عنده؟ يا اخوانا يا اخوانا، الراجل ده عمل فيها معروف من 15 سنه، ووقع بيته وجي يستجيب بيا هو ومراته وابنه.